فضيلة الشيخ، ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك شيخ؟ السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل، وهم مسؤولون عن ذلك، وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم. بمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. نعم.